إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع المبادرة السابعة لتخفيض أسعار الأدوية، وهذه المبادرة تعتبر ضمن المبادرات التي جاءت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والشركات العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة. وهذه المبادرة حقيقة تشمل 657 صنف دوائي. يبدأ سريان تطبيق تخفيض أسعار الأدوية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 من شهر سبتمبر لعام 2016، وباقي 105 أصناف من الأصناف الدوائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/1/2017. وتعتبر الإمارات ضمن أفضل الدول على مستوى دول المنطقة التي أصبحت أسعار الأدوية بها تعتبر الأقل سعرا على مستوى دول المنطقة.